ما بعد صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل لا تخلو أي ساحة أو ملعب بولاية ورقلة من الدورات الرياضية الرمضانية. هذه الرياضات الفردية اللي عندها أهمية كذلك وعندها إقبال كبير، وبالتالي يعني نظمنا هذه المنافسات الرياضية على مستوى المراكب ولفائدة العائلات. هذه الفعاليات الرياضية استقطبت جمهورا عريضا الذين ثمنوا المبادرة، ومشاركون شكروا القائمين عليها. كانت استعراضات في المستوى في رياضة الكاراتي، لايكيدو والجيدو، نتمنى إن شاء الله هتعم حق بغينا نسقلوا المواهب تاعت الدراري. راك تشوف فينا احنا، ماذا بينا الاولاد قاع يجوا يديروا لايكيدو، يديروا كاراتي، يديروا جيدو بو فيتنام. الحاجة الإيجابية أنه السكان بدأوا يتوعوا باللي الرياضة للأولاد مفيدة، ومفيدة للدراسة، مفيدة. مثل هذه النشاطات الرياضية تصنع الحراك الرياضي الذي يعيد بعث الحياة في ليالي رمضان بورقله.